السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مازن علاء الدين من ستيم كفر الشيخ. النهاردة حبيت أعمل لكم فيديو بسيط بس كده عن ال وسريع، عشان حسيت إن بعضكم عنده مشاكل فيه، وحتى لما ببعت أسئلة على الجروب يعني في ناس كثيرة ما بتحلش بحجة إن أو مش بحجة أو يعني هم عشان هما مش قادرين يستوعبوا حاجة بسيطة في ال مثلا. حلو، فاحنا أنا أول حاجة هعملها هحط مايند سيت نمشي عليها عشان بعد كده نقدر نحله هكذا، او تقدر ان انت تستوعب ان ده اللي في ال او مش محتاجين اكتر من كده. حلو حلو، فاحنا اول حاجه عليه المفروض نعرفها ان احنا السيلمبرين ده هنتكلم عنه في ايه. اول حاجه هنتكلم عنه فيها وهي الستراكشر. ثانيا هنتكلم عن الفانكشن بتاعت السيلمبرين. حلو حلو، الاستراكشر ده بقى فيه ايه؟ هنتكلم عن البروتينز، ثم هنتكلم عن الكارب اللي هي الكربوهيدراتس يعني الكربوهيدرات. حلو، واخيرا هنتكلم عن الليبيد. حلو، في البروتين ليه انواع، هنتكلم على انواع البروتين ده اللي هو الانتجرال. حلو، وهنتكلم عن البريفرال. الليبيد برضه هنتكلم عن الفوسفوليبيد ثم ننتقل للكوليسترول. حلو، هتيجي تتكلم عن الفانكشن. ففي الفانكشن احنا هنتكلم على حاجتين رئيسيين، السيلكتيف بيرمابيليتي، ودي حاجة اسمها النفاذية المرورية اللي موجودة في السيل ممبرين. حلو حلو، ثم سننتقل للترانسبورت. يعني ايه بقى الترانسبورت؟ يعني انتقال الموليكيولز من وإلى الخلية. فده بيبقى ليه برضو 3 أنواع هنتكلم عنهم النهاردة، وهو الباسيف ترانسبورت والأكتيف ترانسبورت و البلك ترانسبورت. حلو، ومن بعد ذلك سنتكلم على ايه بقى؟ يعني هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم على انواع الباسيف ترانسبورت، وده اللي بيكون متضمن الاسموزس. حلو، يعني ما تاخدوش بالكم من كتابتي قوي، يعني الديفيوجن عشان الماوس كتابته صعبة. حلو، والفاسيليتيتد ديفيوجن. حلو، وفي البلك هنتكلم برضو على 3 أنواع، وفي الأكتيف هنتكلم على نوع كده مخصص فيه اللي هو كود ترانسبورت اللي بيكون متضمن باسيف وأكتيف في نفس الوقت. حلو، يعني انا دلوقتي كده بس عشان ايه ما انتهش السيل ميمبرين، انا اول حاجه هتكلم عنها الاستراكشر. حلو، هتكلم عن البروتين، هتكلم عن الكارب، هتكلم عن الليبيد، هتكلم على انواع البروتين اللي هو في الانتجرال وفي البريفرال. الليبيد ده اللي هو الدهون يعني، تمام. هتكلم عن انواع البروتين اللي هو الانتجرال والبريفرال، هتكلم على الفوسفوليبيد والكوليسترول اللي هم يعتبر انواع الليبيد. حلو، ثم هنتقل لتاني حاجة وهو الفانكشن، وده اللي هتكلم فيه عن السيلكتيف بيرمابيليتي، وهتكلم فيه على أنواع الترانسبورت المختلفة المكونة من الباسيف والأكتيف والبالك والأنواع المتضمنة تحتها. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي هنبدأ كده نقرأ في البي دي اف ده، وهوضح كل جزئية بالصور في كامبل، وهوضح كل جزئية وبيتكلم عليه وقصده ايه بالظبط. حلو حلو، نبدأ كده بسم الله. بيقول لك ان البلازم برين ده
بيعمل سيباريت للليفنج سيل فروم اتس نون ليفنج سراوند، يعني الخليه كده كده بتكون محاطه بسراوندنج، يعني محاطه بايه، بحشيه غير حيه. فهو البلازما ممبرين ده بيعمل لها سيباريت من السراوندنجز دي. حلو، بيقول لك ان السين بارير ده بيكون 8 نانو متر في القطر بتاعه. حلو، وده بيعمل ايه بقى؟ بيقول لك كنترول ترافيك اوت اند انتو سيل، يعني بيتحكم في ايه اللي يدخل للخليه وايه اللي يخرج من الخليه. حلو، بيقول لك ان البلازما ممبرين ده عنده حاجه اسمها سيلكتيف بيرمابيليتي، ده اللي انا قلت لك عليه، انه دي مثلا خليه. حلو، في موليكيول يقدر يخش الخليه دي بسهوله وفي موليكيول تانية ما تقدرش تخش الخليه دي بسهوله. فهو دي الشيء اللي بنسميه سيلكتيف بيرمابيليتي، واللي هو بيقول لك allowing some substance to cross more easily than other، يعني هو بيخلي ان موليكيول تقدر تخش اسهل من الموليكيول التانية. حلو، بيقول لك ان الممبرين بيبقى مكون من ليبيد، بروتين وكربوهيدرات. حلو حلو، بس بتكون اكتر حاجه موجوده في الممبرين من الليبيدز حاجه اسمها فوسفوليبيد. يعني ايه بقى فوسفوليبيد؟ هننتقل لصوره من كامبل. حلو، الفوسفوليبيد ده اللي هو الممبرين اللي بيتجمع جنب بعضه، بيبقى فيه مولكيول فوسفوليبيد في وش مولكيول فوسفوليبيد وبيتجمعوا جنب بعضهم عشان يعملوا السيل ميمبرين. حلو، الفوسفوليبيد ده بقى بيكون منظره عامل ازاي؟ زي ما انت شايف كده، بيبقى ليه حاجه اسمها هيد اند تيل. الهيد اند تيل دول بيعملوا حاجه اسمها امفيباثيك مولكيول. يعني ايه امفيباثيك مولكيول؟ يعني ليه جزئين، جزء بيحب الميه وجزء بيكره الميه. يعني ايه بقى جزء بيحب الميه وجزء بيكره الميه؟ دلوقتي انت عندك الفوسفوليبيد ده مكون من حاجه اسمها هيدروفيليك هيد. يعني ايه هيدروفيليك هيد؟ هنقسمها مقطعين. حلو، هيدرو يعني ووتر، يعني ميه. حلو، وفيليك يعني يحب. حلو، فده معناه ان الهيد بتكون بتحب الميه. يعني ايه بتحب الميه؟ يعني ما بتنفرش منها. تمام، يعني الميه تقدر تيجي جنب الجزء الخارجي من الممبرين لانه بيكون الهيد بتاعته هيدروفيلك، والجزء التاني بتاعه اللي هو التيل ده بيكون هيدروفوبيك. حلو، يعني ايه هيدروفوبيك؟ يعني يكره الميه، فوبيك يعني كره، وهيدرو يعني ووتر. فهيدروفوبيك يعني دي الموليكيول، الجزء من الموليكيول اللي بيكره الميه. تمام، هنيجي هنا نقرأ، هنقول لك ايه الفوسفوليبيد اللي هو بيعمل حاجة اسمها امفيباثيك مولكيول، والامفيباثيك مولكيول دي اللي هي الهيدروفوبيك اند هيدروفيلك، زي ما انا شرحت اللي هو الفوسفوليبيد بيكون في وش بعض هكذا، ودي بتكون هيدروفوبيك والهيد بتاعته بتكون هيدروفيلك. تمام، وده اصلا اتعمل في موديل اسمه فلويد موزيك موديل. تمام، يعني الموديل ده هو اللي وصف الممبرين بالشكل ده. حلو حلو، بيقول لك ان في موديلز اتعملت كتير عشان تفت الداتا اللي طلعت. يعني ايه تفت؟ يعني عشان تثبت الداتا او تبين الداتا في شكل موديل. حلو، فبيقول لك ان لما الالكترون مايكروسكوبس تم اكتشافها في 1950، يعني العقد بتاع 1950 من اللي هو 1951 وهكذا. حلو، بدأوا بقى ايه ان هما يعملوا ايه، ان هما يعملوا منظر تخيلي للممبرين اكتر من اللي كان بيبقى زمان. حلو، وبدأ بقى يحكي لك التاريخ اهو، بيقول لك ان اللي في 1915 ان الممبرين كانت بتتشال من الخلايا بتاعت كرات الدم الحمراء. حلو، وكانوا بيعملوا لها ايه، analyzation، يعني كانوا بيفككوا الكومبوننت بتاعت السيل ممبرين ده عشان يشوفوا في كام في المية من الممبرين ده من الليبيد والبروتين. تمام، وفي 1925 العالمين دول اللي هو جورتر وجريندل قالوا ان الممبرين ده لازم يكون فوسفي ليبيد باي لير، اللي هم عنده 2 مولكيول زي ما انا قلت لك، او زي ما انت شفت المنظر اهو، عنده 2 فوسفوليبيد مولكيول في وش بعض عشان يعملوا السيل ميمبرين. حلو حلو، فبيقول لك ان هو المولكيولز بتكون مكونه من باي لاير، يعني اتنين، يعني اتنين في وش بعض. تمام، وبيكون التيل
هيدروفوبيك يعني بيكره المية، و يعني بيكره المية حلو، والتيل بيكون هيدروفيلك يعني ايه، يعني بيحب المية وبيقدر يتفاعل معاها عادي، ده بسبب وجود حاجة اسمها فوسفيت جروب اللي هي بي او 4 نيجاتيف اللي بتقدر تتفاعل مع الايه، مع الووتر. حلو، بيقول لك ان الاكشن ممبرين ادهير مور سترونجلي تو ووتر ذان دو ارتفيشال ممبرين، يعني بسبب ان يعني ايه ادهير، يعني الممبرين اللي هي الناتشرال اللي هي اللي ربنا خلقها يعني، حلو، بتكون عندها قابلية ان هي تتمسك في اي جسم اخر اكثر من الارتفيشال اللي هي الممبرين المصنوعة. يعني ايه؟ يعني دلوقتي في ممبرين مع مصنوع بانسان وممبرين مصنوع يعني ناتشرال اللي هو الطبيعي بتاع خلية انسان عادي، حلو، ده يقدر يمسك بتاع الناتشرال يقدر يمسك في اي مولكيول تانية اكتر من الارتفيشال، وده بسبب وجود الفوسفيت جروب اللي انا كنت لسه قايل لك عليها فوق دي. حلو، وفي الاخر وصلنا للايه في 1935 للجلوبيول للايه بقى، للصوره دي اللي هي بتاعت الايه بتاعت الممبرين، ودي بقى اللي قدرت لك ان قدرت ان هي توضح لك الانتجرال بروتين والكوليسترول وتوريك الفوسفوليبيد والايه والبريفرال بروتين، وقدرت برضو توريك الحاجات بقى اللي هي زي الجلايكوليبيد والكربوهيدراتس والحاجات دي. تمام، يعني المنظر ده اللي هو بقى ظهر ايه في الاخر. حلو، وهنا بقى كل ده عمال بيحكي لك في ايه، في القصة بتاعت الممبرين وهكذا، واللي هو بقى ايه لما بدأوا يشوفوا الالكترون مايكروسكوب، فحتى 1960 اللي هي العقد بتاعها يعني، وقدروا بقى ان هم ايه يشوفوا الانترنال ممبرين من يعني من جوه بقى اللي هو المنظر ده بقى بالظبط كامل كده زي ما انت شايفه بالظبط قدامك دلوقتي. حلو، بيقول لك first not all membranes were alike، يعني مش كل الممبرين نفس الايه نفس المنظر، وانما بيكون في اختلافات في السيكنس في الابيرنس يعني في الهيئه، وفي البرسنتج بتاعت البروتين، يعني في ممبرينز بتكون البروتينز فيها اعلى لانها بتحتاج ان يبقى عندها قابليه ان هي يحصل ترانسبورت اكتر من الخلايا التانية وهكذا. حلو، وبيقول لك ممبرينز with different function differ in chemical composition زي ما انا قلت لك دلوقتي، يعني دلوقتي في مثلا خلايا بتاعت ايه بتاعت بنكرياس بتكون محتاجة ان يكون عندها ايه ممبرين البروتينز فيه كتير. ليه؟ لان هو بيطلع حاجات من الخلايا كتير، بيعمل سكريشن كتير، فبيبقى محتاج بيعمل سكريشن يعني يعني بيطلع حاجات من الخلايا لبقية الجسم من البنكرياس، فده بيبقى محتاج ان البروتينز تبقى كتيرة. حلو، فهو ده اللي بيقول لك ان يعني عشان كده في لو في البايو، يعني انا قلته قبل كده في الاورينتيشن ان الاستراكشر عشان الفانكشن، يعني الاستراكشر هو اللي بيؤدي الى الفانكشن، فاي تغيير في الاستراكشر بيؤدي لتغيير في الايه في الفانكشن، ودي برضو كنت انا قلت انهم كان ممكن يجي لكم كونكشن وهكذا، فكنت ممكن تقدر تضيف الكلمه دي تبين ان انت يعني ايه فاهم اكتر. حلو، بيقول لك سكند ان الميجرمنتس قالت ان الممبرين بروتين مش بيبقوا سوليوبل ان ووتر قد كده، يعني مش بيبقوا اللي هو ايه فيري سوليبل، ولا بيكونوا ايه ويك سوليبل، فهما بيكونوا في النص، بيكونوا يعني بيحصل لهم يعني عندهم سوليابيليتي في الووتر، بس مش اللي هي ايه اللي هو اول ما احطه مثلا زي الملح يقوم ايه في الووتر يقوم ايه رايح. حلو، وقال لك برضو ان الممبرين بروتين برضو عندها ايه، عندها هيدروفوبيك وهيدروفيليك زي الايه زي الباي ممبرين. حلو، وهكذا برضو ايه قال لك ان هو ينفع كونتاكت وزوتر زي الفوسفوليبيد بالظبط. حلو، واللي هو بقى في الاخر ان هم طلعوا الفلويد موزيك موديل اللي هو فيه الهيدروفيليك والهيدروفوبيك والفوسفوليبيدز والحاجات دي اللي انا لسه ايه موريها لك في كامبل دلوقتي، وان هو بقى ايه لما هم حبوا برضو يتاكدوا ان الممبرين في المكونات دي عملوا حاجه اسمها فريز فراكشر. يعني ايه بقى فريز فراكشر؟ اللي هم ايه
عملوا يعني من فصلوا من برين وعملوا الكومبوننت بتاع التحليل وهكذا. حلو. وان هم يعني الفري ستراكشر دي اصلا عشان بتتشاف يعني بالالكترون مايكروسكوب. حلو تمام. بيقول لك ان الممبرين موليكيولز، يعني الممبرين موليكيولز اي موليكيول في الممبرين دي، في الممبرين ده حلو، بتكون عندها ايه relative weak hydrophobic interaction، يعني بتكون البوندز او التفاعلات ما بينها بتكون ضعيفة. تمام. فبيقدر ان مثلا الفوسفوليبيد يغير مكانه بدل الفوسفوليبيد ده، والفوسفوليبيد ده يقدر يغير مكانه بدل الفوسفوليبيد ده، وهكذا. وحتى البروتينز بتقدر تغير مكانها، بس في اختلاف بيكون في السرعة. حلو. فبيقول لك ان الموست اوف ليبيدز اند سم بروتينز دريفت لاترالي، يعني ايه داخليا، ان البروتين والليبيدز بيتغير مكانهم داخليا، بس بايه يعني ايه سريع، في سريع وفي بطيء. بالنسبه للبروتينز بيكون ابطا من الليبيدز بكتير. حلو. وفي ممكن حركه تانية تحصل، ان الفوسفوليبيد اللي بره ده ينتقل جوه، بيحصل حاجه اسمها فليب. يعني ايه فليب؟ يعني زي كده، ما زي مثلا كانها مرجيحه، وانتقل الجهه اللي في الشمال انتقلت لايه، يعني الجزء اللي تحت ده بقى هنا، والعكس بقى، حصل ايه ان الموشن حصل لها كده. حلو. بس دي بتبقى ايه حاجه ريلي، يعني حاجه نادرا لما بتحصل، مش اللي هو ريلي قوي، بس هو بالنسبه للحركه التانية اللي هي بتاعت الفوسفوليبيد، فايه فهي بتكون حاجه نادره. بيقول لك ان اللاترال موفمنت اوف فوسفوليبيد بتكون سريعه، اباوت 2 مايكرونز بير سكند. حلو. يعني ايه 2 مايكرونز بير سكند؟ يعني مرتين في الايه ثانيه. والفوسفوليبيد بيقدر برضو ان هو يمشي في السيل ممبرين ده مسافه كبيره في الثانيه، ده في البكتيريا وهكذا. بيقول لك ان في اللارجر ممبرين بروتينز بيحصل لها دريفت برضو، يعني البروتينز دي مش اللي هي بتفضل ثابته في المكان ده برضو، فهي بتقدر يحصل لها دريفت في الايه في البلازم ممبرين، بس بتكون ابطا بكتير من الفوسفوليبيدز. حلو. وبيقول لك ان السم بروتين موف ان دايركتد مانر. يعني ايه بقى دايركتد مانر؟ الفوسفوليبيد بتتغير عادي اللي هما جنب بعض وهكذا، ولكن في البروتين شايفين بقى اللي هو ايه، شايفين البروتينز اللي جوه المايكروفيلمنت اند سيتوسكيلتون، الحاجات دي هي اللي بتقدر تشيل البروتين ده وبتغير مكانه، وده بيكون بي دايركتد مانر. يعني ايه دايركتد مانر؟ يعني شيء محدد ليه اصلا، ويعني يعني شيء محدد، مش اللي هو اي موليكيول جنبي اقدر ان انا اعمل لها اغير مكاني معاها وخلاص وهكذا. حلو. حلو. وبيقول لك في بروتين تانية بتكون ثابته ما بيتغيرش مكانها بسبب الايه السيتوسكيلتون برضو، اللي بيكون ماسكها في المكان ده ما بتتغيرش مكانها خالص. حلو. بيقول لك بقى ان في فاكتورز بتأفكت الايه، بتعمل افكت للفلويديتي بتاعه الممبرين كده. نكمل. فهو هنا بيقول لك الممبرين فلويديتي اللي هي اللزوجه بتاعه الممبرين بتتأثر بالتمبريتشر. حلو. حلو. بيقول لك ان كل ما التمبريتشر بتقل، الممبرين بيتحول من كونه فلويد اللي هو يعني مائي او مائي يعني لايه لسوليد، يعني بيكون بدل ما هو شكله ليكويد وسائل وهكذا، بيتحول لسوليد ستيت، يعني بيكون سوليد. حلو. وده اللي بيخلي الفوسفوليبيد ان هي تتجمع جنب بعض بالمنظر ده. تمام. بيخلي ان الموليكيول تتجمع جنب بعض بالمنظر ده. حلو. حلو. وبيقول لك ان الممبرين فلويدتي برضو بتتاثر بالكومبوننتس بتاعتها، يعني في حاجه اسمها ساتوريتد فاتي اسيد، وفي حاجه اسمها ان ساتوريتد فاتي اسيد. حلو. فهو احنا هنا قلنا ايه، ان لما التمبريتشر بتقل الفاتي اسيدز بتيجي جنب بعض. حلو. حلو. بس في نوعين اصلا من الفاتي
الايه التيلز بتاعت الفوسفوليبيد. يعني انا قلت لك اهو ده فوسفوليبيد حلو ليه تيلز. في بقى في التيلز دي في نوعين، حاجه اسمها ان ساتوريتد وفي حاجه اسمها ساتوريتد. حلو حلو. فالساتوريتد بتعمل ايه؟ بتقرب جنب بعضها بالمنظر ده وبتكون لزجه، فبتعمل حاجه اسمها لزوجه. حلو. اما الان ساتوريتد اللي هو يعني الغير ايه، غير مشبع، الدهون غير مشبعه، اصل ده بيبقى دهون، عشان كده هو بيكون ايه زي قانون لايك ديزولف لايك. انت في الكيمياء اكتر يعني ايه لايك ديزولف لايك، يعني عشان كده هو بيكره الميه. حلو. فهو الدهون بتكره الميه. حلو. فالدهون دي بيكون في منها نوعين، حاجه اسمها unsaturated وحاجه اسمها saturated hydrocarbons. ف الساتوريتد بيتجمعوا جنب بعض بالمنظر ده، والانساتوريتد بيعملوا المنظر ده وبيسيبوا شويه فجوات. حلو حلو. فاللي بيسيب فيه شويه فجوات ده بيعمل ممبرين فلويدتي، يعني بيخليه سائل اكتر من التاني اللي بيكون سوليد فيه شكله. تمام تمام. وده بيقول لك ان هو بسبب ان ايه الكينجز اللي هي التانيات دي، التانيات اللي بتعملها الايه الانساتوريتد، وده بيخلي ان في فلو. فبيقول لك بقى انا قلت لك ان في حاجه اسمها كوليسترول. ايه بقى الكوليسترول ده بقى؟ الكوليسترول ده بيكون عباره عن دهون، تمام، اللي بتعمل ايه، دهون ما بين الفوسفوليبيدز، ودي اللي بتعمل ايه، اللي بتقلل الفوسفوليبيد موفمنت، واللي هما يعني الفوسفوليبيد لما بيبقى جنبه فوسفوليبيد بيقدروا يغيروا مكان بعض، وده بيحصل 10.7 بير سكند تايم. يعني في بتاع كام، بتاع 10 مليون، 10 مليون حركة من الحركات دي بتحصل في الثانية في الممبرين الواحد. حلو حلو. وده اللي بيخلي ان في اللي في اللو تمبريتشر، يعني احنا جسمنا ساعات بيتعرض للو تمبريتشر. حلو. ده الكوليسترول ده بقى بيخلي ان الفوسفوليبيد ما يحصلهوش ايه، ما يحصلهوش ان هو يتجمد زي ما احنا قلنا لما التمبريتشر بتقل. حلو. طب نرجع بس تاني كده عشان ايه، عشان انا حاسس ان انتوا اتلخبطتوا. حلو. ننتقل ننزل كده. انا قلت لك دلوقتي ان في فاكتورز بتأثر على ايه، بتأثر على الفلويديتي، اللي هي ان الممبرين يكون فلويد، يعني يعني ايه، يعني يكون سائل، او ان هو تقدر تخرج منه وبتخش الايه الحاجات المولكيولز اللي بتخش الخلايا وبتخرج من الخلايا. حلو. الفلويديتي اللي هي اللي بتأثر على السلكتيف بيرمابيليتي اللي احنا شرحناها فوق. حلو. ففي اول حاجة التمبريتشر، وتاني حاجة الكومبوننتس. حلو. فاحنا قلنا ان التمبريتشر لما بتقل الممبرين فوسفوليبيد، يعني الفوسفوليبيد بتاعت الممبرين بتقرب من بعض. حلو. ده اللي احنا قلناه، وان هو ان لما بتقرب من بعض كده بتحول الممبرين من ليكويد لسوليد، ودي حاجة وحشة للخلية، بتخليها مش بتعمل الفانكشن بتاعتها، او مش بتعمل الهدف اصلا من الخلية. حلو. او الهدف من السيل ممبرين اصلا، فبتخليه سوليد. بس قلنا ان في فرق. ايه بقى الفرق؟ قلت لك دلوقتي ان الايه الكومبوننتس بتفرق. فلما اول حاجة بيبقى فيه ساتوريتد تيل، حلو، الساتوريتد تيل ده بقى بيعمل ايه؟ الساتوريتد تيل ده اللي هو بيقدر يقرب من جنب بعضه كده وبيعمل ايه، وبيخلي الخلية تبقى سوليد لما يبقى الجو ساقع. يعني ايه؟ يعني لما التمبريتشر بتقل الممبرين بيتحول لسوليد، وده بيكون ان الفوسفوليبيد بتقرب من جنب بعضها قوي. اما بقى في الان ساتوريتد، حلو، الان ساتوريتد ده بقى بيعمل ايه، بيبقى بالمنظر ده، بيبقى فيه فجوات بتعملها التيلز،
بتبقى فيه فجوات بين الممبرين بتعملها تيلز اسمها كينكل. حلو، ودي بتخلي الممبرين يبقى فلويد على طول. حلو حلو. وفي بقى تالت حاجة اللي هي سي، بيبقى فيه كوليسترول بين، وده اللي موجود في الخلايا بتاعتنا يعني. حلو، الكوليسترول ده بيكون جوه ما بين اتنين فوسفوليبيد، وده بيكون هدفه ايه؟ ده بيكون بيعمل مينتين للتمبريتشر. يعني ايه مينتين للتمبريتشر؟ يعني بيحافظ على ان الحرارة بتاعت الممبرين تبقى 37، وبيحافظ ان الممبرين ما يفقدش الفلويدتي بتاعته. وايه فايدة الفلويدتي بقى اللي انا اصلا بتكلم عليها دي؟ كل ما الممبرين يبقى فلويد حلو، كل ما بيقدر يخلي المولكيولز تقدر تخش وتخرج من الخلية. حلو حلو، وهكذا اهو زي ما انا قلت، زي ما انا ايه شرحت هكذا. وان هو بيكون زي الكوليسترول حاجة اسمها temperature buffer، يعني حاجة بتحافظ على الحرارة. تمام، وده اللي بيخلي اهو زي ما قلت لك ان الممبرين يشتغل، ان الاكتيف يعني ان الممبرين كل الوظائف اللي فيه تشتغل بدون اي ايه، بدون اي تغيير، وهكذا. حلو حلو تمام اوكي. وهنا بقى بيديك اكزامبل يعني ايه، بيقول لك ان في حيوانات او كائنات حية يعني بتكون عايشة في السقعة، في الايه، في السقعة. حلو، ف بتكون عندها الايه، بيكون عندها بدل ما يكون عندها الساتوريتد تيلز بيكون عندها الانساتوريتد، عشان هي اصلا بتكون عايشه في الجو الساقع، فبتكون محتاجه ان الفلويدتي بتاعه الممبرين بتاعتها تبقى عاليه. حلو حلو. هنا بقى بيقول لك ايه، الممبرين ده بيكون موزيك. يعني ايه موزيك؟ حلو، موزيك ده يعني بيكون موجود فيه بروتين وليبد. حلو حلو، بيقول لك الممبرين مكون من different proteins موجودة في البيل لاير بتاعته. يعني الممبرين بيكون فيه بروتين زي ما احنا قلنا، البروتين دي بيكون ليها specific function، يعني function معينة في الممبرين زي ما احنا متفقين. حلو، والممبرين برضو بيكون عنده يونيك كولكشن اوف بروتينز، يعني بروتين مختلفة عن البروتينز العادية. فالممبرين بتاعنا مكون عنده ايه، بريفرال وانتجرال زي ما انا قلت لك في الايه، في التقسيم اللي الاول. اوريك بقى الفرق بين البريفرال والانتجرال عشان تفهم الفرق بين الانتجرال. بيكون عامل كروس للممبرين، يعني بيكون ليه وجه من فوق ووجه من تحت في الممبرين، وبيكون معدي من الممبرين ذات نفسه. حلو، اما البريفرال بيكون ملزوق على سطح الخلية، يا اما اهو يعني هو ايه، على سطحها، على سطح السيل ممبرين، وبيكون ممسوك بالسيتوسكيلتون اللي جوه واللي بره الخلية. تمام، يعني الانتجرال بيكون حاصل له ان هو داخل في الممبرين ذات نفسه، اما البريفرال بيكون ممسوك ببروتينز تانية من بره، ايه، ماسكاه في السيل ممبرين اهو. يعني هو هنا بيقول لك ايه، ان هو البريفرال بروتين ده مش حاصل له امبيدد، يعني مش موجود داخل الممبرين. حلو، اما الانتجرال بروتين ده بيكون ايه، حاصل له ان هو معدي من الايه، الممبرين، وهكذا. حلو، و الهيدروفوبيك كور، يعني هو ده كل ده عمال بيشرح لك ان اللي انا قلته من شويه. حلو حلو، وبيقول لك ان الانتجرال بروتين بيكون عندها الجزء برضو زي ما انا قلت لك بقى، ان ده بيكون الجزء اللي بره هيدروفوبيك يعني محب للماء، والجزء اللي جوه ده بيكون هيدروفيلك شبه الفوسفوليبيد بالظبط. حلو حلو، او بيقول لك ايه، وبيقول لك برضو ان هو بيكون ممسوك بالسيتوسكيلتون اللي بره واللي جوه، يعني البروتينز دي بتبقى ممسوكه بالسيتوسكيلتون اللي بره واللي جوه الخليه.
دلوقتي هو بيقول لك الفانكشن بتاعت البروتينز، وانت كده كده هتاخد البروتين ده في ال او منفصل اللي هو ال او 5 حلو. فانت هيقول لك ايه الترانسبورت اوف سبيسيفيك سوليدز انتو اور اوت سيل، زي ما احنا عارفين ان الانواع بتاعت البروتين اللي موجوده في الخليه دي هي دي اللي بتخلي المولكيولز اللي بره تخش جوه الخليه والعكس حلو. فده اللي هو اول فانكشن من الفانكشنز بتاعت الايه بتاعت البروتين. تاني حاجه الانزيمز اكتيفيتي. يعني ايه انزيماتيك اكتيفيتي؟ لو انت فاكر في كام في تاني اعدادي او في تالتة اعدادي انت خدت حاجه اسمها العامل الحفاز اللي هو الكاتاليست حلو. العامل الحفاز ده بيكون اللي بيسرع اي تفاعل كيميائي حلو. ففي الانسان او في اي كائن حي بيكون في حاجه اسمها انزيمز. الانزيمز دي اللي هي الانزيمات اللي هي اللي زي العامل الحفاز بس في جسم الانسان تمام. ودي اللي هي اللي بتعمل الميتابوليك او اللي هي بتساعد في الهضم، بتساعد في حاجات كتيره جدا يعني هتبقى تعرفوها في ال O5 ان شاء الله. عندك حاجه اسمها السنجل السيجنال ترانسدكشن، واعرفها كاسم مش لازم تعرف الميكانيزم لان دي شابتر كامل في كامبل حلو. عندك برضو حاجه اسمها سيل ريكوجنيشن، دي برضو انت حاجه هتعرفها بسبب الاتش اي في فيروس اللي انت اخر ال او او انواع الفيروس اللي هو اخر ال او في المنهج. وده ان هو ايه بتكون دي خليه الانسان حلو ودي خليه الفيروس. فبيكون في بروتين على خليه الانسان حلو وبروتين على خليه الفيروس. فلما الفيروس خليه الانسان بتتعرف على البروتين اللي عليه بيقدر يخش الفيروس ده لخلية الايه الانسان. فالميكانيزم دي بتسمى سيل ريكوجنيشن، يعني ان انا خلية تتعرف على خلية تانية بالبروتين ده حلو. وفي الانتراسيلولر جويننج اللي هو مثلا ايه دي خلية ودي خلية في بروتين ما بينهم بينقل الاشياء ايه مع بعض. وفي بقى اللي هو ايه السيتوسكيلتون والاكسترا سيلولار ماتريكس اللي هو دي انواع البروتين اللي هي بتعمل مينتين لايه لشكل الخليه او اللي بتحافظ على شكل الخليه اللي احنا عارفينه ايه لحد دلوقتي. دلوقتي بقى هو ايه بيشرح لك الميكانيزم بتاعت السيل ريكوجنيشن حلو. فهو هنا بيقول لك ان البلازما ممبرين ليها رول في السيل ايه ريكوجنيشن، وده اللي هو ايه ان الخليه بتقدر تتعرف على الخليه التانية اللي هو بيقول لك ايه ذا ابيليتي اوف سيل، يعني قدره الخليه انها تتعرف على خليه تانية من الخلايا النيبور ليها. وده اللي بيكون ليه هدف في ان الانسان يحصل له فانكشن. ما هو انت اي لازم عشان الخلايا عشان الانسان او الميكانيزمس اللي في جسم الانسان تشتغل صح لازم يكون في ايه تواصل بين الخلايا. فهو ده اللي بيعمله البروتين حلو حلو. فهو هنا ايه برضو بيقول لك ان الايه ان الحوار ده هو اللي بيخلي ان الخلية بتاعت الاميون تقدر ان هي لو في بكتيريا ولا حاجة تقدر ان هي تتعرف ان دي جسم غريب وتقضي عليها. وده بسبب برضو البروتين اللي موجود في الايه في الممبرين. وده بيكون اصلا معمول بالايه بالممبرين كربوهيدراتس. الممبرين كربوهيدراتس اللي هي ايه هو عبارة عن جلوكوز ماسكة في جلوكوز ماسكة في جلوكوز وماسكة في فركتوز والحاجات دي اللي هي ايه الأجزاء الصغيرة بتاعة الايه بتاعة الكربوهيدرات. فبيبقى مكون من 15 جلوكوز مثلا أو فركتوز أو أي حاجة أو أي نوع من أنواع الايه الشجر حلو. وبيكونوا ماسكين في الليبيدز بيعملوا حاجة اسمها جلايكوليبيدز. يعني ايه بقى الكربوهيدرات لما يمسك في أي حاجة لما يمسك في أي حاجة يلزق فيها كلمة جلايكو حلو. فدلوقتي الليبيد لزق فيها كربوهيدرات حاجة اسمها سمى حاجة اسمها ايه خلاها ايه خلاها جلايكو ليبيد حلو. دلوقتي البروتين مسك فيه ايه مسك فيه ايه كربوهيدرات عمل حاجة اسم او عمل حاجة اسمها ايه جلايكو بروتين حلو حلو. وده بقى اللي هو ايه اللي بيعمل التايبس اوف بلاد. انتوا عارفين ان في حاجة ايه ده يقول لك ايه انسان فصيلة دمه ايه انسان فصيلة دمه بي انسان فصيلة دمه اي بي. فده اللي بيحدده الايه الكربوهيدرات. ايه الاي دي ده عبارة عن كربوهيدرات مربوطة بايه مربوطة ببروتين. فكل ده اللي بيحدده عبارة عن مجموعة ايه كربوهيدرات
ان هي ايه متصله ببروتين، فده اللي بيخلي الجسم يقدر يتعرف على الدم. حتى لو قال لك يقول لك ايه، يقول لك ان لو حد لازم يبقى تكون فصيله الدم نفس لو واحد عايز يتبرع لواحد بالدم لازم تكون الفصيله بتاعت الدم هي هي. ليه؟ عشان لو مش هي هي الجسم هيتعرف ان ده ايه، هيتعرف ان ده جسم فورين. ليه؟ لان هو احنا قلنا ان هو بيتعرف على الخلايا بالايه، بالبروتين وبالكربوهيدرات. فانت دلوقتي دخلت له خلايا دم احمر ما ايه بس مجموعه بيه مثلا، والانسان ده بايه، فهيتعرف ان ده جسم غريب. حلو. فلما يتعرف ان ده جسم غريب هيهاجمه، والمناعه هتهاجمه، فكانك ما زودتلوش اي حاجه. حلو. دلوقتي هنتكلم عن ايه، ان الممبرين عنده شكل من الداخل وشكل من الخارج والاثنين مختلفين. حلو. بيقول لك ان الممبرين المنظر الداخلي بتاعه غير الخارجي، بيختلفوا في الليبيد كومبوزيشن وبيختلفوا في المنظر بتاع البروتين، الارتباط بتاع البروتين. يعني انت شايف هنا البروتين بطريقة، وجوه ممكن يكون بطريقة تانية زي اللي في بريفرال جوه وهكذا. حلو. حلو. وبرضو هنا بيقول لك ايه، ان المنظر اللي هو مش سيمتريكال ده، اللي هو يعني مش نفس، يعني اكيد انت مش هتمشي في الممبرين هتلاقي هنا مثلا بروتين بعد 1 سنتي، لازم التاني بقى اللي هو يعني لو انت اهو ماشي وفيه هنا بروتين، مش لازم اللي بعده يكون بقى ايه ماشي بنفس التسلسل اللي هو 1 سنتي 1 سنتي 1 سنتي مثلا. لا انا بتكلم كمثال يعني. حلو. فهو هنا دلوقتي ايه، هو بيشرح لك الميكانيزم اصلا بتاعت الايه، الممبرين سينسز. حلو. واللي هي فين، كامبرين. بيشرح لك الميكانيزم بتاعت الممبرين سينسز، واللي احنا هنشرحها على صورة افضل عشان ايه نقدر نستوعبها. دلوقتي زي ما انت عارف ان البروتين بيحصل لها سينسز في الايه، في الراف اندوبلازميك ريتيكولم. حلو. حلو. بتطلع البروتين والليبيدز بيحصل لها في الليبيدز بيحصل لها سينسس فين، او بتتكون فين، بتتكون في الاي ار برضو بس الايه سموز. فكل ده بعد ما بيتجمع في حاجه اسمها فيزيكلز، ودي برضو خدناها في ال O2، بيطلع على حاجه اسمها جولجي ابارتس. حلو. حلو. لما يطلع على الجولجي ابارتس، الجولجي بقى ابارتس بتاعه بتطلعه ايه، بتطلعه للممبرين عشان يعمل الموليكيولز اللي احنا شفناها في المنظر اللي فوق ده. حلو. فهو كل اللي هو بيقول لك ان الايه، السكريتوري بروتين والممبرين بروتين والليبيدز بيحصل لهم ايه، بيتصنعوا في الاندوبلازميك ريتيكولم. حلو. حتى الكربوهيدراتس برضو بيحصل لها اضافه للبروتينز وهكذا في الايه، الجولجي ابارتس. يعني احنا قلنا برضو ان في الجولجي ابارتس بيكون في موديفيكيشن للايه، بيكون في موديفيكيشن للبروتين والليبيد والحاجات دي قبل ما تخرج للسيل ممبرين. حلو. حلو. وكل ده في الاخر ان بيطلع للسيل ممبرين يحصل له فيوز بالمنظر ده ويبقى جزء من الايه، السيل ممبرين. كده انا هكون شرحت اللي هو اول سيكشن. حلو. وهتكلم بس على جزء بسيط، وهتكلم بس ايه عن الترانسبورت كده بشكل عام، لحد ما ممكن الاقي وقت تاني ان شاء الله ان انا اشرحه بشكل اوضح من كده بكتير يعني. حلو. و يعني ربنا يوفقك. تمام. فانا اول حاجه هتكلم عن ايه دلوقتي، انا قلت لك هنرجع للبورد. حلو. دلوقتي انا قلت لك ايه، انا قلت لك ان في حاجه اسمها سيلكتيف بيرمابيليتي وشرحتها لك. دلوقتي احنا هنتكلم عن الترانسبورت، فننزل تحت كده. انا قلت لك ان في حاجه اسمها الترانسبورت نوعين، 3 انواع. يا عم خلي لك 4. لا هم 3 انواع بس. حلو. باسيف. حلو. و اكتيف و بلك. حلو. حلو. دلوقتي هنتكلم عن الباسيف. قلت لك ان في اول حاجه وهو الديفيوجن.
ايه بقى الديفيوجن ده؟ دلوقتي دي خلية، حلو حلو، فيها 3 موليكيول مثلا ان ايه، حلو حلو، وفيه البروتين اللي موجود على سطح الخلية. كلام جميل كلام جميل. ايه اللي بيحصل بقى؟ مثلا بره الخلايا، بره الخلية في 15 موليكيول مثلا بتاع ال NA، فالموليكيول اللي بره عندها الكونسنتريشن بتاعها اعلى. يعني ايه الكونسنتريشن بتاعها اعلى؟ يعني موجود موليكيولز اكتر من اللي جوه الخلية. فبيحصل ايه؟ الموليكيول اللي بره بتخش جوه، وده بيكون حاجة اسمها داون اتس كونسنتريشن جراديانت. يعني ايه جراديانت؟ جراديانت يعني من العالي في الكونسنتريشن الى الداخل، الاقل في الكونسنتريشن. حلو حلو، انا كل ده بتكلم ببساطه لان انا مش هقدر ان انا اغطي الكونسبت كله او الشابتر كله في فيديو واحد زي بقيه ال LOs، فانا بتكلم بصيغه عامه دلوقتي لحد ما بقى ايه الاقي وقت ان شاء الله اشرحه بطريقه ايه اكتر من كده. حلو، فهو كون ان المولكيول تخش من الاعلى كونسنتريشن الى الاقل كونسنتريشن، ده بيسمى الديفيوجن، وده مش بيحتاج اي تي بي في العمل بتاعه. حلو حلو، وهوريك مثلا مثال. حلو اهو، فهو هنا في 2 سوليوت بس، وهنا في اكتر، فبيخش عن طريق حاجه اسمها شانل بروتين. حلو حلو، اما الاسموزس، ايه بقى الاسموزس ده؟ دلوقتي انت عندك هنا في ممبرين، حلو حلو، وعندك هنا ميه، عندك هنا ميه، وعندك هنا ميه. حلو، الميه دي مثلا فيها 3 مولكيول، والميه دي فيها 7 مثلا. حلو، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجة اسمها اسموزس. يعني ايه اسموزس؟ دلوقتي السوليوت اللي موجود هنا اعلى، فالمية هتروح عشان تقلل الملوحة اللي موجودة هنا، فهتلاقي ان المية اللي هنا بتروح او بيحصل لها ان هي بيحصل لها اندفاع عن طريق الممبرين للمكان اللي فيه السوليوت اكتر. حلو حلو، ده كده الاسموزس. وده بيعمل ايه بقى في الخلايا؟ ده ليه فانكشن في الخلايا. هنبص بقى ايه، ان مثلا حلو، دلوقتي انت حطيت خلية في سوليوشن، ماله؟ حطيت الخلية في سوليوشن الملح فيه قليل، تمام؟ فايه اللي هيحصل؟ المية اللي موجودة في السوليوشن اللي بره ده شايفة ان الملح اللي جوه الخلايا، اللي جوه الخلية اكتر من الملح اللي بره، فايه اللي بيحصل؟ الميه تخش للخلايا، فتخلي الخلايا يحصل لها حاجه اسمها لايزد، ودي الانيمال سيل. حلو، بيحصل لها حاجه اسمها لايزد، يعني ان هي تتملى 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 ميه لحد ما تفرقع. حلو حلو، اما في ال بلانت سيل، بسبب وجود السيل وول بتكون اللي هي ايه، تتملى لحد ما تملى السيل وول، وبيكون ده اسمه ترجد، ودي اكتر حاله مفضله للبلانت سيل. يعني البلانت سيل مش زي الانيمال سيل، وبتكون محتاجه اصلا ان البيئه بتاعتها تكون ايه، كده مش ما فيهاش سوليود كتير عشان الميه تخش الخليه بالمنظر ده. حلو حلو، اما لما تتحط الخليه في حاجه اسمها ايزوتونيك سوليوشن. يعني ايه ايزوتونيك سوليوشن؟ يعني في محلول في نفس كمية السوليوت أو الملح اللي موجود في إيه؟ الخلية. فده ما بيحصلش، يعني بيبقى إيه؟ بيبقى إن المية اللي بتخرج قد المية، إن المية اللي بتخرج قد المية إيه؟ اللي بتدخل الخلية، فما بيحصلش حاجة للخلية، وده بيكون الحالة النورمال بتاعة الأنيمال سيل. وفي الخلايا بتاعة البلانت بتكون حاجة اسمها فلاسيد، يعني بتكون الخلايا في المنظر اللي هو إيه؟ مش الطبيعي بتاع بلانت سيل، بس بيكون في فرق بين السيل ممبرين والسيل وول. حلو حلو، دلوقتي بقى انت لو حطيت الخلية دي، تمام،
في سوليوشن، في الملح اكتر من اللي موجود في الايه، في الخلية. المية هتطلع من الخلية للايه، للسوليوشن ده، وده اللي الخلية بقى بتعمل ايه، بتعمل شريفلد يعني بتنكمش. حلو. وفي البلانت سيل بيكون السيل وول ماسك البلازما ممبرين، فبتعمل حاجة اسمها بلازمولايزد. حلو فكده انا بيكون اعتبرت ايه، انا كده بتكلم اتكلمت عن حاجتين. حلو. قلت لك اول حاجة الايه، الديفيوجن. حلو. وده بيكون ان دي خلية مثلا فيها 4 مولكيول من كومباوند، من كومبا اسمها ايه، مولكيول معينة، يعني نوع مولكيول معينة. حلو. وفي بره الخلية في كمية اكبر منها، فكون ان السوليوشن السوليوت قصدي او الملح يخش من بره الخلية لجوه الخلية بعدم استخدام بروتين، ده اسمه ديفيوشن سيمبل، سيمبل ديفيوجن. حلو. في بقى نوع تاني اسمه ايه، فاسيليتيتد ديفيوجن. وده بيكون نفس الميكانيزم، يعني نفس الطريقة بتاعة الديفيوجن السيمبل، بس عشان بقى في مولكيول واللي هي الايونيك مولك الايون، الايون يعني ايه ايون، الايون يعني. حلو. والبولر يعني ايه بولر، هقول لك يعني ايه بولر. يعني مثلا الايه، اديك اكزامبل، الاكزامبل مثلا اتش اف. حلو. فلما بيتفكك بيبقى اسمه بولر، فالبولر ده ما بيقدرش يخش من الخلية لأن هو حاجة عاملة زي الووتر كده. فأنت عارف إن الممبرين ليبد، يعني إيه؟ يعني دهون، ما بيعديش الووتر من الممبرين ده، فده بيضطر إن هو يستخدم بروتين، حاجة اسمها شانل بروتين أو كارير بروتين، ان هو يدخل المولكيول دي للخلية. حلو. حلو. وتالت حاجة اتكلمت عنها اللي هو الاسموزس، وده اللي هو انتقال المية من الاقل، من الاعلى، كنت من من الاعلى، من الاعلى في نسبة المية يعني، او الاقل في نسبة الكونسنتريشن بتاعت السوليوت، يعني اللي عنده ملح اقل ليه اللي عنده ملح اكتر وهكذا. حلو. حلو. وهدي نبذة بسيطة عن الاكتيف ترانسبورت عشان بس الوقت. الاكتيف ترانسبورت بيكون بقى عكس الديفيوجن، يعني الديفيوجن احنا قلنا مش مهم، احنا قلنا ان الديفيوجن اللي هو انتقال السوليوت من الاعلى كونسنتريشن الى الاقل ايه كونسنتريشن. ففي الاكتيف بيكون العكس، ان انت تنقل من الاقل كونسنتريشن للاعلى كونسنتريشن. حلو. زي حاجة اسمها صوديوم ايون بام. يعني ايه صوديوم ايون بام؟ في المخ، ويعني دي حاجة في البرين يعني، او في الخلايا اللي هي مهم يعني في البرين. حلو. بيعمل ايه بقى؟ بتكون في حاجة اسمها صوديوم ايون بام. استنى اجيب لك منظرها كده. حلو. ايه بقى الصوديوم ايون بام دي؟ ده عبارة عن حاجة اسمها كارير بروتين. ايه اللي بيحصل؟ هقول لك انا اللي بيحصل دلوقتي. انت جوه الخلايا لازم تبقى عارف ان ايه بقى اللي ان في ايه، ان ال ان ايه جوه الخلايا بيكون اقل من بره. حلو. حلو. وان الكي جوه الخلية بيكون اكبر من الكي خارج الخلية، الكي ده اللي هو البوتاسيوم. حلو. فاحنا بنحتاج، عشان احنا يعني في الميكانيزم بتاعت الانسان بنحتاج ان الصوديوم يبقى اقل جوه الخلية، وان الايه
البوتاسيوم يبقى اكتر جوه الخليه. حلو، فده بيتعمل بيبقى محتاج حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب، وده اللي بيسمى ايه اكتيف ترانسبورت. حلو، وده يعني هي البامب دي بتعمل ايه، هو احكي ده كده. البوتاسيوم، احنا البوتاسيوم بنبقى احنا عارفين يعني ان هو جوه الخليه اكتر، فاحنا بنبقى عايزين نكتره اكتر، فبناخد البوتاسيوم اللي بره الخليه، اللي هو يعني هو اللي بناخد البوتاسيوم اللي بره الخلايا ندخله جوه الخلايا، مع ان ده عكس الديفيوجن. طبيعي ان البوتاسيوم يطلع بره، ده لو احنا فاهمينها بمفهوم الديفيوجن. حلو، انما بقى الاكتيف ترانسبورت بيبقى عكس الايه الجراديانت. حلو حلو، فدلوقتي انا بقوم مدخل بوتاسيوم من بره الخلايا لجوه، يعني من الاقل للاعلى. حلو، ودول بيكون اتنين بوتاسيوم بيخشوا جوه الخلايا، وتلاتة بوتاسيوم بيطلعوا من الأقل للأعلى برضو، واللي هما تلاتة بوتاسيوم بيطلعوا لبره. كده أنا شرحت إيه اللي هو إيه بالراحة، يعني اللي هو إيه، يعني مش بقول كل المعلومات بالظبط، بس عشان إيه، عشان بس أنا مش هقدر أكمل الشابتر كله يعني في نفس الفيديو، فهو إيه يعني بديك بس إيه نبذة. حلو فده تلخيصا اللي انا قلته. احنا قلنا ايه، ان الديفيوجن اهو انتقال من الـ من الكونس من الكونسنت الكونسنتريشن الاعلى، بينقل سوليوت للكونسنتريشن الاعلى. والفاسيليتيتد ديفيوجن اللي هو قلت لك اهو، بيستعمل بروتين للموليكيولز اللي ما بتقدرش تخش عن طريق الممبرين على طول. حلو، وده بيكون اهو ده الشانل بروتين، وده حاجه اسمها كارير بروتين. حلو، وده الاكتيف ترانسبورت اللي بيستخدم اي تي بي عشان الطاقه. حلو، دي حاجه اسمها كو ترانسبورت، سيبوها للفيديو اللي جاي ان شاء الله، او هبقى ابعتها في فويس يعني على الجروب. واخر حاجه الايه البلك ترانسبورت. البلك ترانسبورت ده مكون من حاجه اسمها اكزوسايتوزس واندوسايتوزس. حلو حلو، عشان بس نختصر الايه، ادي الخليه، احنا قلنا ان في جولجي ابارتس بتبقى بتطلع حاجه اسمها فيزيكلز. مش فاكرين العمليه اللي انا وريتها لك فوق اهي، فاكرين العمليه اللي انا اهي وريتها لك وقلت لك ان الفيزيكلز دي بترتبط بالسيل ممبرين وبتطلع الكومبوننتس اللي بره، الكومبوننتس اللي كانت جوه الفيزيكلز دي بره الخليه، دي اسمها اكزوسايتوزيس. يعني الفيزيكل بيحصل لها اتحاد مع الممبرين وبتطلع الكومبوننتس بتاعتها لبره الخلايا. العكس بقى اللي هو الاندوسايتوزس، اللي هو بيدخلها جوه، بيدخل الكومبوننتس اللي بره الخلايا لجوه الخلايا في حاجه اسمها فيزيكال. حلو، في ثلاث انواع. النوع الاول حاجه اسمها فاجوسايتوزس، وده اللي احنا اتكلمنا عنه في اللايزوزوم في ال O2. دلوقتي اهو الاكل، حلو، بيخش في حاجه اسمها فيزيكال، بيخش الممبرين بياخد جزء من الممبرين معاه وبيعمل حاجه اسمها فيزيكال. الفيزيكال دي بيكون معاها انزيم وبيكون الاكل جوه الفيزيكال، فبيحصل هضم للايه للفيزيكال دي جوه ايه بيحصل هضم للاكل جوه الفيزيكال اللي احنا اللي اتعملت عن طريق الاندو ايه سايتوزس. تاني نوع اللي هو بينوسايتوزس. ايه البينوسايتوزس؟ ان هو بياخد جزء من الفلويد اللي بره الخلايا بكل السوليوتس اللي فيه ويدخلها في فيزيكال اللي جوه الخلايا، وده لما بتكون الخلايا محتاجة شوية سوليوت بكمية كبيرة بس ما تقدرش تدخلها عن طريق الديفيوجن لوحده. حلو، وفي عندك حاجة تالتة اللي هو الريسبتور ميديتد اندوسايتوزيس. اهو احنا قلنا هنا ايه، ان دي بياخد من السوليوشن اللي بره الخلايا يدخلها لجوه الخلايا، بس ده بيبقى من غير يعني من غير ايه من غير ضوابط تحكم الحوار ده. حلو، انما الريسبتور ميديتد ده بيكون نوع اهو نوع من البينوسايتوزس، بس ماله بيكون محتاج ان يبقى فيه ريسبتور على الخلايا، وده اللي هو نوع من انواع البروتين اللي انا اتكلمت عنه فوق، بيكون نوع ريسبتور. حلو، عشان يدخل لجوه الخلايا من بره، بس بيكون محتاج ريسبتور. يعني ايه ريسبتور؟ يعني حاجه تستقبل اشاره ان انا لازم اعمل الحركه دي دلوقتي حالا. حلو حلو، وبرضه انت لو ما فهمتش جزء الترانسبورت ما مش لازم اللي هو تكون فهمته قوي يعني، لان انا يعتبر كده ما شرحتوش اللي هو قوي يعني،
فان شاء الله يعني لو سنح ليا، لو سنحت ليا الفرصه وبقى عندي وقت، ان شاء الله هعمل فيديو للترانسبورت لوحده، لانه شيء مهم جدا يعني. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.